السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس نتاع لافلاسيون في ليكونومي جينيرال اللي كيف ما طلبتوه بزاف وعدتكم انني غادي نديرو. اولا غادي نبداو في لافلاسيون بواحد لا ديفينيسيون. لافلاسيون هي لوغمونطاسيون جينيرال اي دورابل دي بري دو بيان اي سيرفيس. دونك واحد لا ديفينيسيون مفهومة و سامبل، هي ملي كيطلع لو بري نتاع لي بيان اي سيرفيس. لي ما بالعربية هاد لانفلاسيون هي التضخم. دابا غادي نشوفو لي تيب ديال لانفلاسيون. كيما كتعرفو هاد الدراسة ديال لانفلاسيون يعني ما فيهش لي زانفورماسيون بزاف قدر ما فيه الحساب. تقريبا في ليكزامان دايما كيكونوا غير الحساب، ما كيكونوش لي ديفينيسيون، انك يطلبوا مثلا منك لي ديفينيسيون ولا تشرح لهم. اولا غادي نبداو بلا ستاغفلاسيون، un fort taux d'inflation accompagné par un taux de chômage élevé. هذا مثلا نقدر نعطيك مثلا شي دوكيومون ولا شي دولة مثلا عندها لي ستاتيستيك ديالها يقول لك واش عندها لا ستاغفلاسيون ولا لا ديزانفلاسيون ولا ديفلاسيون. مهم، لا ديزانفلاسيون سي ان غالونتيسمون دو تو دانفلاسيون اونتر دو زاني. هاد لا ديزانفلاسيون كيكون ان غالونتيسمون ديال لو تو دانفلاسيون مثلا غير ما بين عامين او 3 سنين، مدة قليلة كيكون واحد الغالونتيسمون بشوية. اما لا ديفلاسيون سي لا بيس دورابل اي كونتيني دو نيفو جينيرال دي بري. لا ديفلاسيون يعني كتكون على دايما مثلا على واحد المدة ديال 10 سنين ولا 15 عام، و لو تو ديال لانفلاسيون هاوت. ودابا غادي نشوفو لا بارتي الأساسية واللي هي الحساب واللي هي لي ميزور دانفلاسيون او ماروك. اولا غادي نبداو بلي بي سي والطريقه باش نحسبوه. كما كتشوفوا الطريقه، لي بي سي دي برودوي الومونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي الومونتير بلس لي بي سي دي برودوي نون الومونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي نون الومونتير لو تو سور 100. لي بي سي مثلا خرج لينا 117، دونك لا ليكتور غادي تكون بحال هكا. لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون اغمونتي de 17% en 2017 par rapport à 2006 au Maroc. هذا يعني واحد لا ليكتور هذه اللي دائما كتكون هكا. وعلاش كنديرو par rapport à 2006؟ باسكو سي لاني دو باز. ودابا غادي نشوفو كنديرو نحسبو لو طو دانفلاسيون. طو دانفلاسيون القاعدة ديالو سهلة، اللي هي لي بي سي 1 مو لي بي سي 0 سو لي بي سي 0، يعني العام اللي قبل العام ديال اللي باغي تحسبو مثلا هذا العام كدير لي بي سي ديالو مو لي بي سي ديال العام اللي قبل سو لي بي سي العام اللي قبل فوا 100. مثلا خرج لينا 1.4% غتكون لا ليكتور بحال هكا. لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون اوغمونتي دو 1.4% ان 2016 بارابور ا 2015 او ماروك. يعني هذا كتكون ما بين عامين، العام اللي راك فيه والعام اللي قبل en 2016 par rapport à 2015، ماشي بحال لي بي سي كان نردو par rapport à l'année de base. مهم، دابا غادي نشوفو واحد ليكزارسيس باش تقدروا تحاولوا تفهموا مزيان هذا. جو بونس لا بارتي ديال لانفلاسيون اللي تحطت في 2015 في ليكزامان. كما كتشوفوا الطابلو شنو فيه، اثرهم لي بي سي ديال 2014 اللي ما كاينش. و اول سؤال هو ليزي لي دوني اون غراس سوليني، يعني خصنا نحاولوا نقولوا شنو هما. 121.3 لي لانديس دي بري دي برودوي الومونتير اون 2013، و لا بونديراسيون 58.54% لو كوفيسيون دو بونديراسيون ديال لانديس دي بري دي برودوي نون الومونتير. غادي نجاوب على السؤال الاول. السؤال الاول 121.3 هذيك لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير اوغمونتي دو 21.3 ان 2013 بار رابور ا 2006 او ماروك. 2006 اللي دايما لاني دو باز اللي كنرجعو ليها. وغادي نفوتو ل 58.54 لا بونديراسيون. كنقولو لا سي لا بار دي ديبونس نون اليمونتير دون لو بيدجي دو كونسوماسيون توتال دي ميناج ماروكان. ولا نقدر ما نديروش لي ميناج total des Marocains s'élève à 58,54%. D'abord, on va voir le deuxième.
اللي هو كالكولي لا دوني مون كونت دو تابلو اللي هو لي بي سي 2014. القاعدة كما تشوفوها اللي ديجا عندنا وغادي نعوض ونحسبه، كاين 120 فوا 41.46 بلس 108.7 فوا 58.54 سور 100، كتعطي لنا 113.38. و الى جينا هنايا ما طلبوش مننا نديرو لا ليكتور، بصح الى جينا نديرو لا ليكتور غادي تكون لو نيفو جينيرال دي بري لا كونسوماسيون اوغمونتي دو 13.38% en 2014 par rapport à 2013. D'abord, sur le tel, les lois calculaient et lisaient le taux d'inflation au Maroc en 2014. Le taux d'inflation est le cas de l'équipe qui a été fait. On va dire PC, il y a 113 l'Ilkina, moins 112,9 sur 112,9. عطنا 0.42% و لا ليكتور غتكون هكا. لو نيفو جينيرال دي بري لا كونسوماسيون ا اوغمونتي دو 0.42 ان 2014 بار رابور ا 2013 او ماروك. و هادي هي لا ليكتور، يعني هاد الدرس شوية ساهل و نتمنى تكونوا استفدتو و فهمتو. الدرس الجاي ان شاء الله خليو لي اقتراحات في لي كومونتير، و لو عندو اي سؤال يرسلني هنا او لا في لاباج. و شكرا على المشاهدة.